المجال المرتبط بمقالع، المقالع عموما أحجار ورمال وكل أنواع المقالع، هو مجال ينظمه القانون الوطني، وصدر قانون عن البرلمان ينظم ذلك ويشمل مجموعة التراب الوطني. وبالتالي فإن عمليات الاستغلال التي تتم في إطار هذا القانون هي عملية تتم في إطار سيادي، ولا يمكن بأي حال قبول أي تدخل في ذلك، باعتبار أن هذا الأمر جزء من الإجراءات المرتبطة بتطبيق القوانين الوطنية التي تنظم هذه المجالات، ولهذا فهي مرفوضة وغير مقبولة بالنسبة إلينا، تتم في إطار مقتضيات السيادة الوطنية ولا يمكن كما قلت القبول بها.